الرفاعي الاصل ورقم واحد في مصر والشرق الاوسط. كبابجي الرفاعي اسم له تاريخ، اصل الكباب من سنه 1960 وما زلنا على وضعنا ومحدش قدنا. دلع كرشك واسكه وتعالى الرفاعي وانتكه، وزي ما قال النجم حسن شاكوش: انا قلبي داب ماليش صحاب وصاحبي ده دراعي، ولما تعوز تاكل كباب مفيش غير الرفاعي. ويلا بينا نشوف النهارده حلقتنا ماشيه ازاي. لقاء الجبابرة او العظماء مع الحاج اشرف رفاعي ابن الحاج محمد رفاعي. ازيك يا حاج اشرف؟ الحمد لله يا باشا، منور يا باشا. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بعد وفاه الحاج محمد رفاعي ازاي قمت بالمهمه الكبيره دي؟ الحمد لله، اصل شغلانتنا برضك يعني، والحمد لله ما فيش حاجه اتاثرت بيها. مبروك على الصاله الجديده. الله يخليك يا باشا. الله يبارك. ليه مسمينك كبابجي المشاهير؟ الحمد لله بنتقي ربنا في الحاجه اللي احنا بنعملها وماشيين على نفس المنهج الحاج الله يرحمه. مفيش اي تطورات؟ لا الحمد لله زي ما احنا، كل حاجه زي ما هي. زي ما هو قال الحمد لله، هو اللي مع سر الخلطه. الحمد لله. الجديد عندك ايه اللي تقدر تقدمه للزبون بتاعك؟ شايفين عطفتك الكبيره اهل دمياط واهل اسكندريه وبورسعيد. الحمد لله مصر كلها زباين عندنا، واللي ما اكلش كباب وكفته عندنا ما اكلش كباب وكفته. الحمد لله رقم واحد في مصر. الحمد لله شيخ مشايخ الكباب والكفته الحاج محمد رفاعي. طبعا احنا بناكل عندك هنا من سنين وانا مش سيده، بس الاكل بتاعك مختلف. الحمد لله الحمد لله، بنتقي ربنا في الحاجه اللي احنا بنعملها، وكل شغلنا ضاني. بس ضاني؟ مفيش حاجه غير ضاني عندنا. بس لما بيجي لك فنان، هل الفنان زيه زي اي حد عندك ولا كله عندك واحد؟ كله الحمد لله سواسية عندك، كله زبون وكله معامله واحده. حاج اشرف رفاعي مبسوطين باللقاء الجميل اللي معاك، ربنا يخليك. وبقيت نشوف بقيه المحل. استاذنا اتفضل يا باشا منورين. كبابجي رفاعي يعني الفخامه والعظمه. كبابجي رفاعي اكبر مكان مليان طبطبه، الوقفه بقى جنب عم ابراهيم هي الطبطبه بجد. غير كده شكليات. عامل عم ابراهيم؟ نحمد الله الحمد لله. والله ايه اخبارك؟ نحمد الله الحمد لله. النهارده انا جاي لك في يوم زحمه اللي هو يوم الجمعه، وانا عارف ان انا معطلك. زحمه عندنا على طول الحمد لله، نحمد الله ونشكر الفضل. مش جمعه ولا سبت، الحمد لله. الحمد لله زحمه عندنا كل يوم. انا جاي اعرف منك التفاصيل في حاجات بسيطه، اسبوع الكفته والريش والليفه وكل حاجه. عايزك انت تحكي لي عنكم. ده انا لو حكيت احكي لك عن تاريخ. عايز اعرف حته من التاريخ. احكي لك وانا بقول لك، لو حكيت احكي لك عن تاريخ. بالنسبه للكباب بنبيع بيت الكلوه، اللي بيت الكلوه دي والريشه والفليتو ده، دول الثلاثه بتعملوا كباب. بالنسبه للفخده الضاني بفرمها كفته. انا اول كبابجي في مصر بفرم الفخده كفته، واخر كبابجي في مصر. واخر كبابجي في مصر، عشان اي كبابجي يتمنى يبيع الفخده كباب. انا لا تمام. طبعا الحاج محمد الله يرحمه كنتوا انتوا الاثنين من البدايه مع بعض، صح كده؟ الحمد لله. احنا بقى عايزين نفهم القصه مشت ازاي، انت والحاج اشرف اللي شايلين الحمل من بعده. هي القصه مشيت ان سنه 65 كان باترينا بره واربع كراسي وترابيزه وبتاع، والراجل كان عنده ضمير في شغله وكان بيشتغل وما يرضي الله، فربنا فتح عليه زي ما انت شايف ووصل للصرح اللي انت شايفه ده كله. اللهم صل على النبي. الحمد لله وصل ليه، اشتغل بضميره ما غير. محل 55 سنه وهو رقم واحد في مصر، يبقى ده انجاز ما فيش حد بيعمله. اول مره فتحت ودخلت بقى الحاره، جالكوا حد كبير من الفنانين ولا وزراء ولا سفراء زي ما شفنا جوه الصور؟ ايه كان اندهاشكم او انطباعكم؟ خلي بالك ان احنا الفنانين كانوا بتجينا واحنا بالباترينا، قبل ما نوصل للمحل والبتاع والصاله والكلام ده كله كان الفنانين بتجينا. يعني ايه الاندهاش او ايه الفرق لما شفت النهارده بقى في باترينا في حي السيده زينب امام المسجد ويخش عليك مثلا فنان كبير؟ والله اقول لحضرتك حاجه، هو الفنان او اي حد من الفنانين او اي حد جه عندنا ده بيرجع ان انت الجوده بتاعتك واسلوب شغلك ما بتغيرش. انت بتاخد كيلو كباب من عندي وبتكلم واحد صديق لي او واحد فنان صاحبك، او بتقول انا اكلت كباب في الحته الفنيه عند رفاعي ما شفتش زيه في مصر، فواحد بيجيب واحد ده بيجيب ده، والسمعه الطيبه هي اللي بتحصل. شفنا صوره احمد زويل وعلاء مبارك وجمال. زويل وعلاء مبارك وامل فهمي وعظماء مصر. تامر الحمد لله عظماء مصر جت عند الراجل ده، عظماء مصر جت عند رفاعي. بعد يموت الحاج محمد رفاعي لسه في نجوم بتيجي؟ مسألة النجوم بتيجي، كل شيء ماشي بطبيعته. بدل انا باعت للفنانة الكبيرة يسرى مرتين اكل الجمعه دي. الجمعه دي ربنا يشفي الفنانة يسرى. ربنا يشفيها. بتاكل بتاكل هنا الموضوع. بعت لها والاستاذ خالد سليم تمام. مرتين بعتوا خدوا اكل مني، مفيش فنان ما بيجيش، لان من ساعه اشرف بعد ابوه ما مات واشرف رفاعي مسك المحل كل شيء ماشي عادي، مفيش شيء اتغير. نوعيه اللحم هي هي، استلام اللحم زي ما بيعمله هو هو، كل شيء مفيش شيء اتغير. خد بالك زي ما كان لمؤاخذه ابوه موجود هو موجود، لدرجه ان اشرف رفاعي يعني عشان اعرف حضرتك ان هو ماشي المحل صح، اشرف رفاعي ناس عرضت عليه كتير جدا ان يكتب اسم اشرف على المحل، هو رفض النقطه دي لان هو معتقد ان لكل اللي عمل الصرح ده كله ابوه، والفضل من الاول والاخر لينا كلنا بيرجع لابوه، فهو الراجل حتى ما رضيش يكتب اسمه على المحل او يكتب اشرف رفاعي، كاتب محمد رفاعي زي ما انت شايف حضرتك وهتجيب الصوره. طبعا زي ما الكاميرا هتجيب معانا في الفيديو كاتب محمد رفاعي تمام.
لان هو احساسه من جوه ومبدأه من جوه عارف ان العمل الاسم والعمل الصرف هو محمد رفاعي. دلوقتي عندكم الموزه يوم الثلاث بس ليه؟ ما المطاعم كلها عندها كل يوم موزه، كل يوم نيل، كل يوم كفته. ايه الفكره وليه الان فكره؟ هو اللي عملها الحاج محمد مش احنا اللي عملناها، هو اللي اقترحها. دي كانت وجهه نظره هو، احنا ما عملناش حاجه بنفس المبدا اللي هو عمله. كانت الموزه يوم الثلاث، وجميع زبون محمد رفاعي لو جبت له الموزه يوم غير يوم الثلاث ما يطلبهاش. هو الزبون عارف رفاعي عنده موزه يوم الثلاث بيجي لك عشان الموزه يوم الثلاث. ايه الفكره؟ لا ما بقول لك ده كان شغل تكتيك، شغل في دماغه هو، عباره عن اله بتنفذ، بس هو اللي كان التكتيك ده بتاعه هو، هو اللي عمل النظام ده. طبعا ليه ما عندناش حواوشي؟ اقول لك حاجه، متاسف في التعبير، يا تجربه ثبت فشل. محمد رفاعي نجح في الكباب والكفته والطرب والنيفه والسجق والموزه، الراجل كان عنده مبدئين اتنين، لا فرع تاني يعمله ولا يغيره ولا يدخل حواوشي ولا فراخ ولا ممكن اشرف يعمل فروع تانيه؟ اشرف يعمل فروع تانيه؟ والله دي حاجه ترجع له هو شخصيا، بس محمد رفاعي كان رافض المبدا ده من الاساس. طب سؤال تاني، احنا دلوقتي من خلال حي السيده زينب عندكم الله اكبر صاله جديده، وعندكم الحاره اللي لمت كل المشاهير وكل الفنانين. أيوة أيوة. والعظماء بتوع الوطن العربي. الحاج محمد في لقاء مع صاحبه السعاده قال لك انا جات لي هنا السفيره الامريكيه. حصل. وكنت معرفش جات السفيره الامريكيه هنا واحنا كنا ما نعرفش لمؤاخذه، وجات هنا والحاج محمد متصور معاها. دي حصلت حقيقي يعني. يا عم ابراهيم دلوقتي في ناس ممكن تكون بتتهد اسم الرفاعي وبتفتح مطاعم ثانيه، هل انتوا عندكم مطاعم ثانيه؟ عايزين نعرف الناس الصوره ديت. ملناش اي افرع ثاني داخل او خارج مصر ولا في اي مكان في القاهره وغير القاهره غير فرع السيده زينب. رفاعي الكبابجي بالسيده زينب فرع واحد بس فقط لا غير. شكرا عم ابراهيم. النهارده طولنا مع عم ابراهيم، بس الموضوع كبير قوي زي ما انتم شايفين، وشغل من نار، الناس مش فاضيانا واحنا معطلينهم في ليله الجمعه، بس هنشوف الاكل وهندوق طعمه مع عم ابراهيم والحاج اشرف رفاعي. شكرا. من هنا عايزين نعرف من الحاره البسيطه، عايزين نعرف ليه سموه كبابجي المشاهير، وهنعرف دلوقتي. ويسكي؟ لا شكرا. عايز؟ ما ينفعش هنا ما تشربش ويسكي، لازم تجرب. ده ويسكي حلال، ويسكي الصالحين. ويسكي الصالحين من عند الحاج محمد رفاعي. يلا بينا ندوق. بسم الله. الحمد لله. زي الفل. 40% ده باشا. 40% ايه؟ 40% كحول. 40% شطه. مستورد. ولسه هنشوف المواضيع ماشيه ازاي وهنعرف كل واحد شغال بقاله كام سنه. ودلوقتي معانا زبون من ضمن الزبائن المحترمين اللي بيجوا محل الرفاعي وعايز يقول كلمه. مساء الخير. مساء النور. كل عام وانت بخير. انت بخير ربنا. جاي منين؟ من المعادي. ايه رايك في كوابجي الرفاعي؟ لا حته تانيه بغض النظر عن اي مكان في مصر، بس الرفاعي بصراحه حاجه تانيه خالص، كطعم وكخدمه وككل حاجه. لا بصراحه حاجه تانيه خالص. تمام يعني؟ لا 100%. واكل ايه النهارده؟ لا واكل كفته. واكل طرب ونيفه وسجق وريش. انا هنا من عشاق السجق. انت ايه رايك؟ سجق حكايه غيره غير اي حد. ما تاكلوش في حته في مصر غير هنا الصراحه. حبيبي كل سنه وانت طيب. نورت الدنيا يا جدعان. هنا لو حد دخل علينا وقطع هم متعودين على كده. هي الحاره بتاعتنا صغيره وعندنا صاله كمان، ولسه نشوف الكلام ماشي على ايه. الاكل بقى هناكل ولا هتعمل معانا انت ايه؟ لا انا جايب لك الاكل، انت بقى عايزك تبدا بالزبده. ايه بقى الزبده؟ اللي هي النيفه. النيفه. لا يا عم احمد مد ايدك، انا عم اسيب العيش دلوقتي. عايزك تجرب الجوده من غير اي حاجه. يعني هندوق وبعد كده ايه؟ بالعيش بقى وبراحتك. الويسكي؟ ده الويسكي ده مشروب عالمي بتاع الرفاعي. مخترع الويسكي ده، ده ويسكي الصالحين. البق ده بقى عالمي 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 عالمي. مش هتاكله في اي حته الا عند الرفاعي. ده محشي لحمه وفيه رز قليل قوي. يخش الفرن عشان بعد كده على الشوايه. البصل ده عشان الكورونا مفيد قوي، هو واي حاجه خضراء. وعايزك تاكل الخيار المتزوقه دي. وعايزك انت تشرب الويسكي ده. انا ممكن امد ايدي واكلكم انت. حبيبي. ايه بقى الكلام بعد الاكل يعني؟ إيه الكلام بعد الاكل اقول لك بقى، انت دلوقتي بتقول لي مثلا عندكم ايه؟ بقول لك كباب وكفته وريش، ده مشكل ميكس في طبق واحد. في طرب، في نيفه، في سجق. هتقول لي طب والاكل بقى هتجيبه لي 100 100 والكلام ده؟ اقول لك يا باشا انت طلبت مني، انا لسه ما عملتش اي حاجه. الكلام بعد الاكل، انت اللي هتاكل وانت اللي هتحكم. تمام. ومستعد اتراين معاك وهكسب الرهان، بس برضو الكلام بعد الاكل. انت هتخلص الاكل
لو عجبك هتقول 100 100. الرفاعي رقم واحد. قبل الاكل الريحه لوحدها واحده. دي الريحه واصله لحد جامع السيه صحيح. دي بقى حاجه ربانيه. دي من ايام الحاج محمد رفاعي. حتى نسوي النيفه في الفرن تمشي في الميدان بره تشم ريحتها. لا بنحط توابل ولا فلفل اسود ولا اي حاجه. التتبيله عباره عن بصل وقوطه وملح ابيض. بعدين ما بنتبلش اللحم قبليه بيوم ولا بيومين، لا تيجي بتطلب الطلب بنوزن اللحم نحطه لك في التتبيله بيتشق يخش على النار. احنا لغايه دلوقتي ماشيين بنفس الحاج محمد رفاعي، وبعد منه المعلم اشرف رفاعي، دبابه الكباب والكفته في السيده زينب بلا منازع، ومالناش اي فروع اخرى. لف العالم كله مش هتعرف تاكل اكل غير عندنا. دبابه الكباب والكفته معلم اشرف رفاعي، واللي خلف ما ماتش. ولا يوجد لدينا اي فروع اخرى. اي حد كاتب الرفاعي يعرف ان هو عايز الشهره بس، انما هو مش تبعنا. سيبكم بقى تكملوا اكل وهنتكلم بعد الاكل. كرامي ايه بقى الدنيا هنا؟ ايه الموضوع؟ ايه الكلام بعد الاكل؟ ايه الكلام ده كله؟ الكلام بعد الاكل يعني الناس تحكم لما تاكل. كفايه اسمنا فعلا، بس ما تقول له الاكل هو اللي بيحكم. هو الزبون بيجي هنا ليه؟ عشان جوده الاكل. هنا يا خواجه ما عندناش ولا رز ولا خضار ولا محشي ولا الكلام ده. حتى في ناس جديده بتيجي تقول لك ايه ده، انتوا ما عندكوش خضار ولا عندكم شوربه ولا عندكم رز. جربوا يجربوا. والكلام بعد الاكل فعلا الكلمه دي بقى يقول لي تصدق فعلا ناكل كباب في حته ثانيه مع الرز وكده. الرز والخضار هو اللي بيبقى واخدنا. اللحمه هنا والكباب والسجق والنيفه ما بياكلوش الكلام ده في المطاعم ثانيه. الله يسهل لهم طبعا، بيحسوا بفرق الطعم. الزبون لما يجي مره ما يجيش اكرامي. الزبون بيجي على اسم رفاعي ولا بيجي الاشرف ولا بيجي المعمرين ولا بيجي محمد ولا بيجي رفاعي. الزبون بيبقى ليه راحه نفسيه مع حد معين، بيريحه، بيبقى فاهم بياكل ايه، بيستقبله هو جاي خاص عارف ده هياكل ايه. أيوة. عم ابراهيم كذا كذا، الاستاذ كذا كذا. الخبره. ولما يكون الواحد قديم وفاهم الزبون مره واثنين وثلاثه ممكن بيعمل اكل مش ما يكلمه. الزبون دلوقتي بيروح كل حته في الدنيا، ولما بيجي ياكل سيخ الكفته، سيخ الكفته بالذات عندنا 500 فروع في سيخ الكفته بالذات. هنا برضو شغل روحاني من عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا في الاكل المطعم اتجاه ربنا، مفيش اي حاجه ربنا يعلم. شغالين على نهج الحاج محمد رفاعي واشرف رفاعي بامانه زي ما ابوه عمل، هو بيكمل المسيره. احنا حاليا دلوقتي مثلا لو دخل زبون قال لك انا عايز نيفه وعايز 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 وعايز، جبت له دواء قام قال لك الاكل ده 100 100 100، هل ممكن يقول لك هو انت ما عندكش رز؟ قول له ما عنديش، انا عندي كل الحاجات. لما باكل رز في مطعم سمبوسه بباميه اي طاجن من الطواجن انا كده بتلهي عن اللحمه اصلا. اما انت بتديني اللحمه سكه، اصل الكباب والكفته خواجه ما الا القوطه وطحينه عشان تحس بطعم الاكل. احنا مش قادرين نعمل رز ومش قادرين نعمل بطاطس ومش قادرين نعمل طواجن، احنا قادرين نجيب طباخين ويعملوا. بس الفكره ان احنا متخصصين في الكباب والكفته والريش من قديم الازل، عمرنا ما هنغير وهنبقى طريق واحد. صح. احنا النهارده عملنا بروجراندا جامده جدا، طارنا مع ابراهيم والحاج اشرف بتاعي. عم ابراهيم رمز من الرموز هنا، ده نمره واحد طبعا. صورنا مع بيكا، وقفنا هيصنا وفرحنا مع بعض. النهارده في نهايه لقائنا عايز اقول كلمه للرفاعي حاج محمد الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه ويسامحه وكل اللي عمله في حياته في ميزانه. الحاج الله يرحمه مش عشان هو صاحب المحل او هو صنع الرفاعي بنقول الله يرحمه، لا، يعلم ربنا هو مع ربنا ايه. يعني ناس كتير ما يعرفهاش تطلب له الرحمه، ما كلوش هنا ولا شافوا هنا ولا اي حاجه. هو راجل كان منه ربنا، كان متواضع جدا، راجل على سجيته. انا 30 سنه الحاج محمد الرفاعي على سجيته. معنى شوف لما راجل ما كنتش دخل مدارس، واحنا دخلنا مدارس وتعلمنا منه، اتعلمنا منه حاجات كتير ومش كلام. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. لا ونهاية اللقاء بتاعنا بيقولوا انتظرونا في كل الجديد في كتر اللي جاي. النهارده تصوير في مطعم توجه الرفاعي حاج محمد رحمه الله عليه، من داخل حي السيده زينب ومن داخل شوارع السيده زينب. في نهايه اللقاء بنقول باي باي، انتظرونا في اللي جاي، واللي جاي هيكون اقوى كل مطاعم مصر. بس بدايتنا من حي السيده زينب اللي هي بلدي ومنطقتي ومنطقه الابطال. كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى سنه 21 تكون سنه سعيده عليكم كلكم. باي باي.